السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة اللي غادي نتحدث فيها على واحد الحدث طرا مؤخرا ولاحظوه العديد من الإخوان، فأنا غادي نحاول نهضر بالدارجة باش لأن الخطاب موجه أكثر للمغاربة والجزائريين. صراحة أنا غادي نقول لكم علاش باش تفهموا مزيان. فمؤخرا واحد الأخ غادي تلاحظوه يعني عندي في التعليق سميتو ياسين مهني أو مفتاحي أو شي حاجة من هذا القبيل. هذا الشخص اتصل بيا هذه 3 شهور او 4 شهور على اساس انه مقيم في الولايات المتحده الامريكيه، وانه كان تيسولني واش انا كنت خدام في واحد وورمارت في الولايه اللي كنت خدام فيها وعايش فيها. فحاولت ما امكن ان نتصل به ونقول له بانني ما كنتش انا خدام في وورمارت، انا عمري ما خدمت في وورمارت، لكن هو كان داير واحد الطريقه عنده انه بحال ما تيتقبلش الرد تاع الاخرين، ما تنقولش انا تنقول الرد يعني الاجابه تاع الاخرين. فما لقيتش باش نتصل به. واحد النهار اتصل بيه قلت له انت انا ما خدامش، درت يعني درت شي طريقه واتصلت بيه قلت له انا ما خدامش، قال شكرا. انقطعت علاقتي مع هذا الاخ هذه مده الى مؤخرا عندي واحد اسبوع او اسبوعين بدا تيعلق تعليق. انا تنقول لكم بصراحه هذا ماشي تينتقدني، لان شنو هو الانتقاد؟ تنتقدني في الفكره في الفيديو، هضرت على الدراسه في الامريكان انتقدني في الدراسه في الامريكان، هضرت على القرعه انتقدني في القرعه. اما انك تجي تنتقدني انا شكلي سناني وجهي تسبني تقول لي انت ضبع تقول لي انت حمار تقول لي انت بغل، فانا نقول عليك من هنا وتنعتذر لجميع مشاهدين قناتي الناس اللي تبعوا القناه تاعي، لانه تنحترم اي واحد تشاهد قناتي لا ولاد ولا بنات كما كانوا. اوكي، لان اغلبيه المشاهدين عندي راه من المغرب ومن الجزائر، وداك الشيء راه تنشوفوا انا في الاناليتيك تاع لاشين ديالي. اوكي، لذلك انا داك الشيء علاش نتكلم بالدارجه. اوكي، انا تنقبل الانتقاد، رغم ان بعض الاخوان تيقول لك لا ما تقبلش الانتقاد وهذاك الاشياء، انا تنقبل الانتقاد، ما تنقبلش الحكم انك انتقدني في الفكره ولكن ما تحكمش عليا. اوكي، فهذا الاخ بداها مؤخرا يعني بالسبان، السبان انا تقول السبان الكلام الخايب. وانا تنعتذر اليوم جاوبته، غتشوفوها في اسفل في جوج فيديوهات الاخيره، الفيديو اللي تنهضر فيه على اخر اخبار نشرت 2016، وعلى الفيديو اليوم اللي نزل تقريبا تاع اللي هضرت على ذاك الخبر تاع مقتل دوك الناس هنا في الملهى اللي جبد لي مشاكل وكبروا الناس هذا الموضوع، رغم انني انا درت موضوع كانه خبر شفت فيه الجزيره او شفت فيه في العربيه، قلت راه تم يعني مقتل كذا 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 كذا. علاش؟ لانه واحد الاخ اتصل بيا من المغرب قال لي ودي اشنا هو الاحداث اش واقع في فلوريدا. قلت له ديالنا ما فراسيش صراحه، ديك الساعه الله فقت مع الصباح. قال لي راه، قلت له ما فراسيش، قال لي لا راه طري عندكم شي مشكل، ما مشكل جريمه ما جريمه. دخلت انا شفت الفيديو شفت الاخبار، قال لي الله يخليك راه انا عندي مع الاهل تاعي هنا ولا خوتو ولا شي حاجه، الله يخليك دير فيديو باش الناس يعرفوا راه كاين الناس اللي كاين الفرق الديكراج تاع السواع بين الشرق الامريكان والغرب الامريكان. فانا درت الفيديو، كيما شفتوا الفيديو انا ما جيت لا على الامريكان ولا على المسلمين، حاجه وحده قلت خبر، وقلت الله يحفظ الجاليه العربيه المسلمه المقيمه بالامريكان، الجاليه العربيه المسلمه المقيمه في الامريكان. اوكي، هذا الشيء اللي قلت. ما قلت لا راه بقاو فيا، ما قلت واحد جاي تيقول لي والعراق تيموتوا فيه وسوريا تيموتوا فيها وكذا وكذا. انا تهضر معايا، قلت لك انتقدني في الموضوع، انتقدني اش قلت، ما تقول ليش علاش ما هضرتي على العراق وسوريا. اوكي، حنا كلنا نعرف واش صار في العراق وسوريا، كلهم بايعينهم الرؤساء تاعكم ملوككم هما اللي باعوا ذوك الدول. وريني في دول الخليج، هادو كاينين عرب تيشوفوا القناه تاعي، وريني في دول الخليج واش شفت شي دوله في الخارج خرجت شي مسيره تتندد، اقول مسيره تتندد بالقصف تاع روسيا او القصف تاع بشار الاسد على سوريا ومقتل السوريين ولا العراقيين. وريوني اغلبيه الدول العربيه بما فيها الامارات السعوديه قطر كلهم دول تيمولوا الحرب، تيمولوا في مصر تيمولوا في قطر في سوريا تيمولوا بزاف العدد الدول. اش دخل المغرب في الحرب تاع اليمن؟ ياك السعوديه مع اليمن، اش دخل المغرب في الحرب تاع اليمن؟ اوكي، هضرتو ما قدريتيش تدويو ياك، علاش؟ لان تقمعوا ما تقدروش تدويو. هنا بعض الاخوه اللي دووا على راسهم، هذاك الاخ اللي سميتو مول الكرسي، اوكي، رغم ان انا مو متتبع مول الكرسي طلع اعترف به، ايه كلام تيقول واحد 99% صح. اوكي، ماشي معاه ولكن تنقول واحد 99% كلامه صح. اوكي، علاش ما انتقدتوش يعني هذوك الناس تيسيروا البلاد ولا بغيتوني انا ننتقد؟ فهاد الاخ اش يطلب مني دابا؟ علاش قال لي ما تسبش الملك؟ علاش ما تسبش الحكومه المغربيه؟ علاش ما تهضرش على الامريكان تسب الامريكان؟
لانها تقتل الزانديان، لانها تقتل الاطفال في العراق وسوريا. وهو قال تيقول لي بانه كاين في الامريكان وانه رجع لبلادو. علاش؟ قال لك لان البلاد الامريكان بلاد العبوديه، تتستغل لك، تخدم 40 ساعه 50 ساعه وتدفع لك مصاريف قليله، وهو قرب يعني نهائيا يدخل الامريكان. وانا نقول لك على حاجه الاخ اللي سميتو ياسين، اولا انا ما عرفتش داك الاسم ديالك او الصوره هذيك اللي محطوطه تماك ديالك، لانه هذا عالم افتراضي اوكي. وانا سابق لهذا العالم سنوات من اواخر التسعينات، انا في الانترنت اوكي، انا ماشي الله انا درت اليوتيوب ولا شنو، من اواخر التسعينات انا خدام في الانترنت، ايام كنت انا في لافاك اوكي. فاللي بغيت نقول لك راه انت اللي حاجه العهد، يلا تتعلم تكتب اليوتيوب وكذا كذا كذا، وسير سب الملك وسير سبو انت نيت، لكن انت عندك تليفون هزنت الكاميرا وسبو وغير قال لك الوضع والانقلاب. واليوم اش يقول لي؟ تيقول لي انت من اتباع رشاد عزاز، انت من اتباع ديستي، انتم بديروا انقلاب في البلاد، انتم عمرني اخويا دويت على شي مغرب، انا عمرني قلت لكم شي انقلاب في المغرب، عمرني انا هضرت على الملك كاع، اش بيني وبين شي ملك انا كاع، فهمتي؟ هضر انت يا حمار حاشاكم، انا تنقولها لك، انت حمار، انت بغل، انت حقود، انت حاسود، انا تنقولها لك في وجهك، انت ما راجلش. ونقول لك انا من هنا، انت ما راجلش باش تقول انا كنت في الامريكان، اتحداك وهذا كتاب الله واشتيه، اتحداك الا كنتي انت راجل صيفط لي فين كاين في الامريكان، اتحداك قول لي انا يعني في هذه الولايه وهذه المدينه وها تليفوني وها عنواني وشوف، والله تنوقف عليك، والله تربك، وانا تنقول عليك انا الان، والله تربك على الكلام انت تقول، انا ضبع، انا حمار، انا ولدت لولدي هنا باش نقبض الفود ستامس وكذا وكذا، انت مريض، انت تلقى اختك ولا امك هما اللي تيصيروا عليك. استرب على الخمسة وتدخل اليوتيوب وتبدا تسب، داير على ذلك، انا درت بحث عليك لقيتك انت تدخل هي تتسب، ماشي انا الوحيد، انا تنعترف بها ماشي انا الوحيد، كاين فيديو انا غندير الروابط وغادي تقلبوا على ياسين مهني هكا تنعقل سميتو، غادي نشوفوا الروابط اسفل، غتلقاو هذا الاخ تيسب واحد الهندي كان تيهضر على الدراسه في ويسكونسن، في الجامعه في ويسكونسن، السبان لكن هي رفاك وما ضرفاك وهاد الاشياء بحال الله، هو تيتعلم الانجليزيه حاط كي تعلم السبان، ناقشوا كتب ليه ناقشوا في الموضوع اللي قال، ها واحد سبيتي الهندي، وعندي الدليل، عندي التصويره، ماشي نكذب عليك، عندي التصويره ولا بغيتي نوريها لك، وانا نقول لكم غادي تلقاوها اسفل هذا الفيديو، سبيتي مغاربه شباب دايرين الحريره تيبينوا تيقدوا الحريره، دايرين فيديو في اليوتيوب تيطيبوا الحريره قبل الافطار هنا في امريكا، سبيتيهم اوكي، سبيتيني انا، سبيتي واحد البرنامج تيهضر على وولمارت وعلى الصالير في وولمارت وعلى 90 دولار 90 دولار وتتسب فيهم وتغرق الناس. انا بغيت نعرف حاجه، واش انت مسالم خوك ما عندك ما يدار؟ ها ما عندك ما يدار، هي تدخل وتبدا تسب وتقول لها في امريكا، والله انت ما في امريكا، وانا تنقول عليك انا باش تقول لي خدمت 40 ساعه حتى 50 ساعه ودخلت لبلادي وانا حصل لي بلادي واللهم البلاد والمالك، ياك انت تقول لي دير سب الملك، دابا ولا تدافع على الملك، واش انت حمار؟ حمار انا نقول لك انت حمار، جيب لي واحد الاخر معاك واحد دابا نقولها قد راسي تتحرشوا، تنعرف راه انا تندخل الشارع تاعي تنعرف شكون اللي تيسب، تنعرف مين تيجيني الهضره، كل حاجه تنعرفها انا، فهمتي؟ ماشي ترد اصبعي، 48 سنة عندي، فهمتي؟ 48 سنة عندي، ماشي قدك أنت، الحيوان الحمار، أنا تنقول تنعتذر لجميع مشاهدي القناة تاعي، لأنه تعصبت على هاد خينا، علاش؟ لأنه ما عنده ما يدار، إلا دخلتوا للقناة هاد الفيديوهات الأخيرة غتلاحظوا، واش أنا اللي ظلم ولا هو اللي ظلم؟ انتقدني في الفكرة، أما تسبني وتقول لي بلاتي تحط رجليك في المغرب، على المغرب تاع باك العروبي الحمار. ومره تسبني تقول لي انت عروبي، ومره تقول لي انت الشلح، ومره تقول لي انت ريشارد عزوز تيعلمك، ومره تقول لي ديستي، ومره الله ينعلبوك بو ديستي، وانا نقولها لك انا قدامهم، الله ينعلبوك بو ديستي، يلاه يلاه الا تيخلصوك انت باش انت تجي ضدني، الله ينعلبوك بهم، حنت انا الحمار الحمار، انا ما درت والو، فهمتي؟ عارف بلادي كي داير، عارف كي غادي في هذه البلاد، وعارف بلادي، وعارف قوانيني، وتجي تقول لي بيرحلوك وبيديروا لي مواطن امريكي، الله برد على راس مواطن امريكي بغاها ولا لا تبغيهاش، فهمتي؟ تقول دونالد ترامب، تقول انا راه هذه الولايه ما تعجبنيش، انا نمشي لولايه اخرى، شوف انت، شوف انت اش تدير، توقف في راس الدرب، فهمتي؟ توقف في راس الدرب وتبدا تسب في هذا رمضان، تجي تقول لي الدين، قول لي غير واحد حاجه نقول لك باش نختم هذا الفيديو، نزلت فيديو، عباد الله، نزلت فيديو تاع اش؟ تاع البارك، مشيت للبارك، ديت الدري للبارك،
صورت واحد الفيديو تاع شخصيه جاك سبارو اللي هي شخصيه هوليود ديال فيلم بيرات دي كاريب. نزلته جات ينتقدني، علاش تنزل هذا الفيديو وحرام ورمضان، اش جاب هذا الشيء رمضان وحنا في دين في شهر الصيام، اش دخل الصيام من هذا الفيديو؟ ولاقاك انت تتفرج في البورنو في الليل، انت لقاك تتفرج في البورنو، يا الكلب يا الحيوان يا الوحش. وانت نقول لك ها هو كتاب الله هذا، تنحف عليه بالله وتقول لي انت فين كاين في الامريكان، هذا الشيء كنت انت في الامريكان، يا حتى نوقف عليك، والله ضر ربك. انت نقول لك لا انت ولا ذاك الحيوان اللي تتحرش باش يكتب ليا، فهمتي؟ اما ديك هضرت ريشارد عزوز وسميتو ومول الكرسي، انا ما عندي لا علاقه لا بريشارد عزوز ولا مول الكرسي، فهمتي؟ ريشارد عزوز افكارو هادوك، مول الكرسي افكارو هادوك، تنتفرج فيهم الا بغيت، ما تنعقب عليهم، ما تنسب حد، ما تنديرليه ديسلايك، ما والو، وانا منخرط عندهم تنتفرج فيهم، اوكي؟ تنتفرج فيهم، يعني عندي سبسكرايبر، تنتفرج فوق، علاش؟ لان كاين حوايج تتقال صح. اوكي لكن انا باش نحكم على انسان او رشاد عزوز هكا وهكا راه الدوله هادي امريكان عند الحق الحريه التعبير في المغرب منهم ليه في الامريكان منهم ليه انا لا علاقه ليا به فهمتي ما تقوليش راه معاه واش لحتي تسناو انا راه شليح الحمار انا شليح قلت تريد انت اصلي ما وليد مراكش الحمار يلا هو قلت لي شي حاجه اخرى دخلني غدا قلت لي راه العروبيه بغيت تلقاو لك انا عندك ما يدها انت مريض بغل قولي اسنانك قولي وجهك قولي ضبع قولي اللي بغيتي تقول لانك انت حقود باش نختصر عليك نقول لك انت حقود حسود عندها نقول لك برد على راسك راه ما تقدرش عليا ما توصل مستواي العلمي ولا مستواي الاجتماعي بدون افتخار وانا راه كاع الناس تعرفوني عمرني ما افتخرت في شي فيديو ولا وريتكم داري ولا طوموبيلاتي ولا اش عندي ولا فاش خدام ولا شواهدي ها هو الحيط وراك ما عندي حتى حاجه معلقها باش نقول لك انا راه قارئ ليك ولا فهمتي لان داك الشيء بيني وبين اللي خلقني فهمتي الفيديو اللي نزلت اليوم تاع جيتي مع الامريكان بقاو فيك الشواذ الجنسيين واحد الاحمر صاحبك انت اللي محرش تقول لي تيقول لي انت شاد جنسي او فيزيت ان بي دي بيدي هو باك الاحمر لا انت ولا هي عندي نقول لك انا وفي الاخير انا تنعتذر لجميع المتبعين لان بالطبع العديد من الناس عمرهم ما شافوني مقلق ولكن انا الصراحه مقلق لانك حمار انت تعصب لما يتعصب فهمتي لانه ناس معايا هنا في فلوريدا قال لي كالمي 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 برد 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 ولكن راه شافوك ولكن بعضهم تينتقدك كاين بعضهم في المغرب اللي تينتقدك غير انا تنقول لهم خلي البشر خلي عتي برد على راسو ما عندك ما يدار ما عندك ما يدار راه تلقاك تتنعس تربع ولا خمسه العشاء تخرج راسك في الدرب تفطر تمشي للسيبر تبدا تسب في عباد الله تدخل هذا الفيديو لهذا الفيديو لهذا الفيديو لهذا الفيديو تاع عباد الله وتبدا تسبهم علاش لان عندك ما يدار فاشل نكره فهمتي فانا بزاف عليك إذا بغيتي نوريك شواهدي نوريهم لك وغادي نصدمك غتسد فمك ما غتقدرش عليهم لا لغتي تقدر عليها لا شواهدي تقدر عليهم لا حتى حاجه ما تقدر عليها لا الخدمه اللي خدمت فيهم المغرب ما توصلهم لا الخدمه اللي خدمت فيهم امريكا ما توصلهم يعني انا تنقول لك ومره اخرى من نقول في الفيديو راه الفيديو تنديرو في سبيل الله ايه في سبيل الله لان تنتسناش على اليوتيوب فهمتي فيما نسبك دابا انت واليوتيوب غنقول لك انا صراحه اش تعطيني هذا اليوتيوب كاع 100 دولار 200 دولار اش 100 دولار اوكي تنطلب منك تنطلبك عمرني شي واحد في هاد الناس اللي تفرجوا في القناه تاعي هذيك السنه ربع سن واش طلبتوا على شي حاجه العديد من الناس العديد من الناس اللي وقفت معاهم ووجهتهم لان الله اللي تيوقف ماشي انا وجهتهم انا هي سبب اوكي هي سبب وجهتهم كاين اللي تعرض عليا في دارو تيقول لي جيت للمغرب مرحبا بك في فاس مرحبا بك في طنجه مرحبا بك في تطوان مرحبا بك تنقول لهم الله يرحم الوالدين صافي كاين الناس اللي جاو تيقول لي واش نجيب لك شي حاجه معايا من المغرب نقول لا الله يرحم الوالدين علاش لانني بيني وبين الله انت راه غادي نقول لك شي سبه في هذه الساعه والله الا رحشمت وحق الله راه بيني وبين اللي خلقني انت لا داخل عليك بالقلب تاعي اش فيه ولا اش تنوي ولا اي حاجه اوكي فمره اخرى تربى الحمار ومره اخرى غادي نبلوكيك وقول لي ثاني ديكتاتور انا ديكتاتور اوكي يلا الا ديكتاتور تتهنيك انا ديكتاتور اسيدي فانا ما ظلمتكش وقفتي عليا شحال مره وسولتيني وهضرت معاك بادب دابا تقلبتي الا ما حركش شي واحد قولها ليا الا انت مع ديستي قولها ليا اوكي الا انت مع شي شخص قولها ليا الا انت شي واحد تنعرفو ودير اسم افتراضي باش ما نعرف قولها ليا قول لي انا هو فلان انا بغيت نزمتك فهمتي انا بغيت نغرق ليك انا راه القناه ما نوقفهاش الا ما انا قررت فهمتي الا قررت انا نوقف القناه غادي نوقفها
واحد النهار غادي نقول مثلا عييت وعندي ظروف او كذا او كذا، باش تقول لي راه ولدتي الولد باش تقبض الفود ستامبس وراه هذاك الشيء والعراق وصير والله ينعل العروب اللي ولدك على المقرد اللي ولدك طلع عطات عليك انت عروبي الله ينعل المقرد اللي ولدك وخبك ما دار لي والو فهمتي، لانك انت سبيتي لي عائلتي داكشي تنسبك حتى انا فهمتي، بزاف عليك تحط الامريكان بزاف عليك تقول لي العبوديه رجعت لبلادي اللهم بلادي وبزاف هوا عليك بزاف، واش انت اللي ما خدمت ديك البلاد ما يكتش على هاد البلاد، انا نقولها لك انا شي اللي تنعس طار 4 ولا 5 ولا 3 تيقول لي في دارهم انا نوض المغرب تدوي هذاك راه فاشل فاشل ذراعو بارد الامريكان تاع جوج حوايج تخدم عقلك الحمار او تخدم ذراعك الحمار وحده فيهم تضرب الكرفي وتصور الفلوس او تخدم وتقرا وتطور راسك لقدام، اما بلا 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 راه ما نفايدك والو راه ما تكتب شتي انا كلهم كنت تسبني بوحدي نتقلق طار من هكا، ولكن منين شتك تسب انا هندي امريكاني هكا خويا مال مالك ما عندك ما يدار ما عندك خدمه سير عاون امك في الحمص سير دير شي حاجه تنفعك اللي تفيدك في هذا النهار، مره اخرى الاخوان طلع اعتذر لاي واحد الا جرحتكم في هذا الكلام والكلام راه غتشوفوه في التحت تنعتذر ها وجه الله انا تنقولها تنعتذر على اي كتبه كتبتها وسبيت هذا الخينا او ذاك صاحبه لانه هما جوج وانا عرفت راه صحاب لان كان تيسب هو اليوم دخل واحد خينا سميتو مصباح على عدينا شي حاجه بيهضر معايا بالفرنسي بيدير بالفرنسي وهذا الحيوان اللي تنهضر لكم عليه راه مره تيهضر معايا بالدارجه المغربيه مره تدخل كلمه سميتها باللهجه الجزائريه باش يخلق المشاكل، اوكي انا ما عندي حتى مشكل لا مع جزائري لا مع مصري لا مع تونسي لا مع التحت فهمتي، قناة توجيهية عجبك فتبارك ما عجبك ما والو صافي هادشي اللي بغيت نقول لك انا وانت سير برد على راسك وهاد الفيديو غادي ننزلو دابا باش ماك تشوفو اليوم انت تشوفو اليوم باش نحك لك زنافرك وهادي اخر مرة غادي نهضر معاك واخر مرة غادي نجاوبك البغل الحمار، السلام عليكم واعتذر مرة اخرى.